فات اكستراكشن بالذات العمليات الكلينيكيه الكسور زي عمليات الانتراكتر كابسول كاتريج اكستراكشن او عمليات التيتو الكبسول اللي موجوده بيهايند ذا ليب ساعات يحصل عليها ايه وفايت اندكيشن فالاندكيشن دي بنسميها افضل كاتريج افضل كاتريج دي تحتاج ليزر اسمه ياجد ليزر فوتو اكستراكشن الحقيقه الفيلم ده بيتصور بطريقه جميله قوي هيعجبكم ان هو زي ما تقول انت شايف النص الجراح بيعمل ايه او الدكتور بيعمل ايه بجهاز الليزر عايزك تراقب الكبسول اللي بتتصدع يعني شوف هو بيبقى شايف التسليم بيعمل كده اهو بيبتدي يركز في ام سي اللي هي زي ما قلت لك قبل الليزر بتبقى موجوده عايزك تشوف بقى الكبسول دي ازاي هتتفتح يعني هتشوف ازاي بص الليزر بص كده بيعمل فيها ايه بيفتحها ازاي شايف الخطه بتاعت الليزر اهو بتاعك بتسمع حاجه زي تكون حاجه بتطرقع زي تكون في ميمبرين بتطرقع بص يفتح تماما الكوسير الكبسول دي وان اوف ذا كيسز تشوف حاله ثانيه بص هو الاول بيعمل فوكسنج بيعمل فوكسنج الاول اهو بص الليزر عايزك تراقب الليزر وبيفتح الكبسول ازاي بص ترى يفتح الفتحه هنا في الكبسول الفتحات دي بتتعمل هنا في الكبسول الكبسول بص واضح جدا ده الحقيقه كانك شايف بالظبط مع الاي بي بتاعت المايكروسكوب طبعا حاجه ما بين الثلاثه او بص الكبسول بتتفتح ازاي زي كل حاجه موجوده وبيروح فتحها مره واحده في الباور طب والعدد ساعتين بص بيطلع كده ازاي؟ اي فاهم اي حاجه مش عاجبها هي دي المشكله بتمشي الاكسيد ايوه طيب ما هو عمل عملية كده شالها طيب ما في حاجة سبتانة بتتحط ليه اي اي مش عارفة اكيد مش دايما اه بص هو بيركز على الليزر بيقف في ايده ويروح الليزر مفتوح بص بيطلع ازاي مش ده عشان كده بيسموه الليزر ده كاتنج ليزر او بيقول عليه ياج ليزر فوتو ديستراكشن النهارده عندنا موضوع خطير جدا تمام وهو السؤال ده سؤال فيري كومن لا اتس فيري كومن كويشن وتجميع مهمه جدا جدا والسؤال ده المتحد يعتبر انتصار ليه الحقيقه لان هو بيجيب موضوعين موضوع الكاتراكت وموضوع الجلوكوما دول موضوعين اساسيين اللي هو لما يضرب موضوعين بسؤال واحد هو بيعتبر نفسه كده منتصر يعني في الحاله عشان كده ده من الاسئله اللي انتشرت قوي في كتير كتير في امتحان اخر السنه ديسكاس لينك يوز جلوكوما بص اللينك يا اما تعمل جلوكوما بسبب السايز والشيل بتاعها اللي بيسموها تيكو مورفيك اللي قلنا كلمه تيكوس باللاتيني يعني لينك تيكو مورفيك يعني تشينج في الشيب اوف ذا لينس التيكو مورفيك جلوكوما زي استحالات اللينس انفيوميزم فاكرين اللينس انفيوميزم قلنا دي بتحصل في الماتيور ستيج بيحصل بريك داون البروتين فجاه امبايبنج ووتر تبقى اللينس سوولن تعمل بيبيلاري بلوك جلوكوما تمام الهايبر ماتيور مورجانيان كاتاركت فاكرين كيس اللبن اللي فيه زلطه بني الهايبر ماتيور مورجانيان فورم برضه هنا بيحصل ليكوفاكشن للكورتكس بايبنج ووتر والنيوكليس تبقى واقعه جواها شفنا اللينس يمكن كانت بكتير دنس وشفناها وهي اكستراكتد في الفيلم المره اللي فاتت دي هايبر ماتيور مورجانيان كاتر مايكرو سيرو تيكن مايكرو فور مايكرو بسانوس يعني العين نفسها صغيره العين نفسها صغيره سيرو فيكوس يعني العدسه عامله زي الكوره سفير يعني كوره باللاتيني سفير يعني كوره فيكوس اللي هي اللينس مايكروسيروفيكيا او مايكروسيروفيكوس اللي هي ان العدسه عامله زي الكوره بعين صغيره فطبعا دي بالتالي تعمل بيبيلاري بلوك جلوكوما يبقى خلي بالك قدام كلمه فيكومورفيك جلوكوما تكتب انها بتعمل بيبيلاري بلوك وتؤدي الى سكندري انجل بلوك جلوكوما طيب بعد كده فاكوليتك جلوكوما فاكوليتك جلوكوما قلنا بتحصل في هايبر ماتيور ستيج لما اللينس بروتينز ليكينج فروم ذا لينس ماتر
الستيج بتاكلها تروح تسد الانجل اوف ذا ابيريو تشيب. اكتب من فضلك قدام فاكوليتك جلوكوما سكندري اوبن انجل جلوكوما. سكندري اوبن انجل جلوكوما. Subluxation of the lens. Subluxation of the lens. ده اللي هي abnormality في lens position بقى. Subluxation of the lens. يا اما بتعمل erythrocyclitis تؤدي الى secondary glaucoma او بيحصل pupillary block with the vitreous space. يعني الفيتريس يطلع يسد البيبيلاري اريا. pupillary block with the vitreous space. تمام؟ أو إن اللينس نفسها سبلكتيتد تيجي في البيوبل والبيوبل يقفل عليها، حاجة اسمها بيوبيلاري كابتشر لينس. بيوبيلاري كابتشر يعني قفشت وهي في البيوبل، اتمسكت وهي في البيوبل. بيوبيلاري كابتشر لينس. ده إزاي سبلكتيتد لينس بتعمل جلوكوما؟ عن طريق الأريثوسايكلايتس، عن طريق البيتريس فيس، يجي البيتريس قبل اللينس، يعني يجي البيتريس يخش قبل اللينس يخش قدامها. أو إن هي نفسها اللينس السايبة دي تروح ممسوكة في الجبيلري اريا والبيبل يروح قافل عليها. بعد كده عندك الأنتيريور ديسلوكيشن أوف ذا لينس. دي بتعمل بيبيلري بلوك جلوكوما اللي هي الشهيرة جدا بكلمة جلوكوما انفيرسس. دي بتعمل بيبيلري بلوك جلوكوما اسمها جلوكوما انفيرسس. ليه؟ لأن الجلوكوما دي تسوق بالبايلوكارفين. لو اديت العيان بايلوكاربين التنشن يعلى زياده لان البيبيلاري بلوك ساعتها هيعلى زياده. طبعا البوستيريور ديسلوكيشن اوف ذا لينس برضه في الفيتريس فيس هو اللي بيطلع يسد مكانها وبيعمل لك بيبيلاري بلوك تؤدي الى سكندري انجل بلوك. اخر حاجه اللي هي جلوكوما كابسولار. جلوكوما كابسولار والجلوكوما كابسولار دي سببها exfoliation او pseudo exfoliation يعني true exfoliation او pseudo exfoliation of the lens. true exfoliation او pseudo exfoliation of the lens. دي هنشوفها حالا دلوقتي وهناخدها بعد كده بالتفصيل بقى عن الكروماتيك كاتر. دي بتعمل secondary open angle glaucoma. الماتيريال اللي بتبقى اكسفوليتد انت عارف لو الجلد يقشر والقش يقع هو ده الاكسفوليتد. ده معنى كلمه اكسفوليتد يعني بتضرب السيلز بره. ساعات اللينس كبسول بتاعتها تقشر تعمل زي القش كده البيزمنت ممبرين بتاعها يقشر والحتت اللي واقعه من البيزمنت ممبرين دي تروح تسد الانجل تعمل لك سكندري اوبن انجل جلوكوما. بعد كده لو عايز تضيف حاجه زياده الاي او ال. مين اوحش واحدة في الاي او ال شفناها؟ اللي عملت سندروم فاكرين كان اسمه يو جي اتش سندروم. الانتيريو تشامبر اي او ال الانتيريو تشامبر اي او ال بتعمل يو جي اتش سندروم. لو عايز تقول بقى الارتفيشال لينز كمان لان هو السؤال عام قال لك لينز ما قالش كريستالاين لينز في جلوكوما هو قال لينز في جلوكوما. فانا اقدر اضيف هنا ان الانتيريو تشامبر اي او ال ماي كوز يو جي اتش سندروم. which U, U for uveitis, G for glaucoma, H for hyphema, uveitis, glaucoma, and hyphema. تمام؟ سنة كرام، السؤال ده سؤال مهم جدا في الاستو، سؤال مهم جدا في الاستو، سؤال مهم جدا في امتحان اخر السنة، وسؤال مهم جدا في البروبلم سولفنج، يعني الامتحان اللي فات جالهم اللينس انتيوماتس لما عمل السيكولاري بلوك والسكت في الجلوكوما. بالمناسبة بقى اكتب كده ان دي صغيرة تحتيها ان تريتمنت اوف لينز انديوسد جلوكوما از الفتيل والضغطات زي ما قلنا لور ديتشن اند ذن اكستراكشن نو جلوكوما سيرفيس لور ديتشن اند لينز اكستراكشن نو جلوكوما سيرفيس. تعالوا نشوف شويه حاجات من اللي جات النهارده في الموضوع ده. ده مش اعلان ما يهاجم ولا حاجه ده البطال سندروم. مس بيشنت عنده بطال سندروم ده يوم طوال قوي كده تلاقي الاسبان بتاعه اللي هو من ايده دي لايده دي اطول من الهايت يعني لو حطينا ده دي اطول من الهايت تلاقيه لو مسك كده توصل لركبه صوابعه دي طويله جدا بالشكل ده لما يطبق صوابعه تعدي الكريم والبالمر كريم بتاعه عنده فيري هاي ارش فلت
نفس الريتشارد فيري هاي ارش فلك. بص صوابعها بتبقى طويله ازاي تمام. طبعا طبعا ان هو طويله فمرفقه. عايز تتاكد انك مرفقه ولا لا اعمل كده. تعدل الكريس يبقى خلينا نشوفك بعد المحاضره. الحمد لله الذي عندنا اهو شايف الاستاذ ده مرض واحد عندهم هايبر اكسبيلتي ديجرايف ديس مرض تمام. بص بقى كمان يحصل لهم ايه سب لاكسيشن اوف ذا ليج. الزنيور بتاعتهم بتبقى ضعيفه جدا يحصل لهم سب لاكسيشن اوف ذا ليج سب لاكسيشن. ويوجوالي الليج سب لاكسيتد اب يوجوالي يعني تتفتح الزنيور اللي تحت واللين سب لاكسيتد اب تروح طالعه لفوق. يوجوالي في المرفات اللينز صار مكتئب الصدر. بص ايه ديس مرفان سندروم ادي اللينز زي ما انت شايف الايكويتور بتاعها باين هنا نتيجه قطع في الزنيور في الحته دي. ديس فيري درايفنج بروم تعمل حاجه كده. طب ايه دي بقى؟ دي صار مكتئب اللينز داون. دي بتحصل في حالات الهومو ستينيوريا. عارفين الهومو ستين؟ لما بينزل ستينيوريا في ناس عندهم كونجنتال انومالي اسمها هومو ستينيوريا. هومستيوريا وافتكر تملي عشان ما تنساهاش بقى ان شاء الله. لان ده سؤال دكتوراه في البط في الاطفال بيسالوه في الاطفال دكتوراه الاطفال ازاي تفرق المرفان سندروم من الهومستيوريا من عين الطفل. اذا كانت الصاب لاكسيتد لينس اب ذيس از مرفان سندروم. اذا كانت اللينس صاب لاكسيتد داون ذيس از ذا هومستيوريا. وافتكر تملي عشان تحفظ نفسك ان اليورين از جوينج داون. اليورين اولويز جوينج داون تمام. فعشان كده اعرف ان الهوموستينيوريا يوجوالي جوينج داون لان في وسط زحمه المذاكره ممكن تنسى المعلومه دي. فافتكر اي حاجه في اليوريا يوجوالي جوينج داون تمام. اهي سب لاكتيت. بص بقى سب لاكتيت دنس داون اللي انت هنا سب لاكتيت. طبعا عايز اقول لك حاجه السب لاكتيشن اوف ذا لينس بيحصل لثلاث هو يمكن هتلاقوه مكتوب بالتفصيل او بالديتيل في موضوع التروما في موضوع البلاست تروما. سب لاكتيتد لينز يحصل لثلاث اسباب. ايزر تروما تروماتيك سب لاكتيشن اوف ذا لينز او ان اللينز تكون هايبر ماتيور كاتراكت زي ما شفنا الزنيون هتعجز وزي ما قلنا دي كومبليكيشن هايبر ماتيور كاتراكت. او اخر حاجه ان يكون العيان عنده كونجنتال ويكنس اوف ذا زنيون زي الشاب بتاع المرفان او البيشنت بتاع الروموس سنيوري تمام. زي الشاب بتاع المرفان او البيشنت بتاع الروموس سنيوري. هي على فكره الثلاث حاجات دي هي اللي تعمل سب لاكتيشن وهي اللي تعمل ديسلوكيشن. يعني تعمل ديسلوكيشن انتيريور او تصير ديسلوكيشن اوف ذا ليج. تسال ذا كوز اوف ديسلوكيشن اند سب لاكتيشن اوف ذا ليج. بص اللين سب لاكتيشن داون ازاي؟ اللينس واقعه لتحت كده. طب انا عايز اقول لك حاجه. بص ايه الافكت بتاع السبلكتيشن اوف ذا لينس على الفيجن؟ لو كانت اللينس كلير ومعديه يعني مغطيه في بين الهيريا كلها كل اللي هتعمله الحركه دي سبلكتيشن اوف ذا لينس انها بص عملت اكتر من فوكس مور ذان وان فوكس باللاتيني يعني استجما. دي حاجه اسمها استجماتيزم في البيج انزلم. لما تخلي العدسه مايله كده في وش الضوء اللي ساقط عليها تبتدي تعمل ديفرنت فوكس تمام. ودي يمكن اللي في نظارات على عينك يعني بتبص من نظاره كده غير لما تروح مميلها كده تلاقي الصوره ملخبطه فيها شويه. دي اسمها استجماتيزم اوف بليك يعني. يبقى هنا عايز اقول لك حاجه. طب لو كانت الناس بتعمل كده وكلها موجوده في الكونتينر الحلو انا هعرفها ازاي؟ هلاقي الايرس بتراش ده بيسموه تريمولس ايرس. تريمولس يعني مهزوز مرعوش حاجه بتتهز كده. الاقي الايرس بتراش. الكلمة دي مفتاح سؤال الـ MSQ ده. يعني أنا لو عايز أقول لك إن عيان هجيبه لك وبكلمك فيه وأقول لك إن عنده صف لاكسيتد لينز أقول لك عيان عنده ديفكتيف فيجن مش عارف إيه وفي وان إكزامينيشن لقينا الأيرس تريمينوس تروح حاطط بتاع التريمينوس أيرس دي خطين. طالما عنده لينز جوه عينه والأيرس تريمينوس يبقى غالبًا اللينز دي صف لاكسيتد. على فكرة تريمينوس أيرس اسم تاني بيسموه أيريدو لونيسيس. اللي ما عرفش يكتب تريمينوس يكتب ايدينوس. طيب بص بقى الحركه دي اهو بيحصل استجماتيزم. يبقى لو هي في بايك في بين الهيريا كلها يحصل استجماتيزم. طب بص بقى في الحركه دي لو اللي كانت بارشال اوكيوباينج الفيلر هيريا الجزء ده مش فيلر هنقول عليه سكك. طب الجزء ده ما فيهوش لينس نقول عليه ايه؟
افكك. واحنا شفنا الافكك بتعمل ايه في الريفراكشن المره اللي فاتت، دي كلمه ارتفعت في الاخر هايبر متروبيك شيفت، الصوره بترجع لورا. بص ادي الجزء اللي تكت الصوره اتجمعت قدام، لان اللينز هنا ما بقاش عليها شيفت، بقت عامله زي الكوره، بقت مور سبيريكال. طيب ادي الجزء الافكك الصوره دي كانت ورقه قوي لان حصل له هايبر متروبيك شيفت. اذا عندي الفوساي بعيده عن بعضها قوي دي تخلي العيان يشوف بالعين دي الواحده يشوف صورتين. الله. دي حاجه اسمها يوني اوكيولار ديبلوبيا، وهذه الديبلوبيا لا تختفي الا اذا عملت كفر للديزيز اي بس. لو خبيت العين الثانيه تفضل الديبلوبيا موجوده، ودي بنفرقها عن الباينوكيولار ديبلوبيا كده. انا سام تايمز العيان يجي لي من الشارع يقول لي دكتور من فضلك انا شايف اثنين، انا شايف الصوره اثنين، شايف حضرتك اثنين قدامي، شايفني اثنين يعني انا شايفني ايه؟ ديبلوبيا، شايفني ديبلوبيا. طب ما هي ممكن تكون شايفني ديبلوبيا بعينين الاثنين، او يكون عنده عين واحده شايف الدبل فيجن. افرقهم ازاي؟ اذا كان باينوكيولار ديبلوبيا اف يو كفر ايزر اي الديبلوبيا تختفي. ده النوع اللي هو الباينوكيولار. انما في النوع ده اللي هو اسمه يوني اوكيولار ديبلوبيا الديبلوبيا لا تختفي الا اون كفرنج اول ذا ديزيز ار. لو خبيت العين الثانيه يقول لك لا هتسيب تمام؟ لا تختفي الديبلوبيا الا اون كفرنج ذا ديزيز ار اونلي. يكفر ذا نورمال اي ديبلوبيا. خلي بالك القصه دي. ده اسمه يوني اوكيولار ديبلوبيا. ممكن تبقى ميزة فبيبقى خير. في أكتر من شخص. لو كنت كبرت أيزر أي، لو خبيت دي أو خبيت دي الديبلوبيا تختفي، لازم باي نوكتر. إذا خبيت واحدة وفضلت الديبلوبيا موجودة، يبقى أنا خبيت السليمة والعين الثانية هي اللي فيها الديبلوبيا. في يوني أوكيولار ديبلوبيا. بالمناسبة بقى نكتب حاجة صغيرة كده نكتبها كلنا لأن مش موجودة عندك دلوقتي. دي تجميعة من التجميعات المهمة آخر سنة. والسؤال المهم في الإم سي كيو. What are the causes of uniocular diplopia you know? Causes او اللي بنقول عليها differential diagnosis of uniocular diplopia. Differential diagnosis of uniocular diplopia او causes of uniocular diplopia. قلت عليها سؤال مهم جدا في الام اس كيو. كتير قوي اجيب لك سؤال في الام اس كيو اقول لك عيان عنده ديبلوبيا that this appear only to suffer the disease eye. لو انت بتشخصها ايه؟ الاوبرا. اقول لك بقى ايه الحاجات التاليه كلها ممكن تعملها ما عدا، واجيب لك واحده تبصيهم كده مش منهم. اولا طب لك سيت الزن اللي خدناها النهارده، بس في شرطين. في شرطين اللي تبقى ان اللينز كلير وان الايدج بتاعتها تعدي البيبيلاري اريا، او نقول ان اللينز بارشلي اوكيوباي ذا بيبيلاري اريا. لازم اللينس تكون كلير، ده الشرط الاولاني. يعني لو اللينس كانت كاتراكتس لا ما يجيلوش ديبلوبيا، لان كان شغال جزء واحد بس الوقتين. فهمت ازاي؟ لازم الشرطين يتوفروا. خلي بالك من القصه دي، لان برضه دي تركه في الام اس كيو تخليك ما تختارش الاجابه دي. لازم الشرطين يتوفروا، لازم اللينس تبقى كلير والايدج بتاعتها تعدي الكوبيلاري ايدج. نمره اثنين اي ريدو دياليسيس. ايريدو دياليسيس اللي هي بين قوسين بتعمل دي شيبد بيوبل عشان بيبقى في فتحتين العيان بيشوف نفسه. ايه دكتور؟ ايريدو دياليسيس. يس سير. ممكن نقص تاني ليه لازم اللينس تكون فيه؟ لا عشان الضوء يعدي منها ويعمل فوكس، ويعدي مش منها ويعمل فوكس ثانيه. انما لو كانت اللينس كاتراكتس ما تعديش. اعتقد فيها رسمه. بص اهي. بص ده يونيوكرات اهي. بص اهي. ده رد على سؤالك اهي. شفتي بقى؟ انت حرقتي لي الاسبانيولا دي. بص لو الليست كانت كاتراكتس يبقى في صوره واحده بس هتخش. فهمنا القصه دي؟ هتشوف الفرق بين دي ودي. ان لو هي الليست كلير هيبقى في صورتين. انما لو الليست كانت كاتراكتس صوره واحده بس اللي هتعدي ما يجيش ديبلوك. صوره واحده بس اللي هتعدي ما يجيش ديبلوك. عشان كده الشرطين لازم يتوفروا. نمره اثنين الايريدو دايلكس. ايريدو دايلكس يبقى صاب لك سيت كلير لينس والايدج بتاعتها معديه في السبيلر اريا يبقى الدين الايريدو دايلكس. نمره ثلاثه ديك بريفرال ايريدكتومي. لو واحد عمل بريفرال ايريدكتومي وكانت كبيره شويه
بيك بريفرال ايريدكتومي العيان ممكن يشوف الصوره دبل. نمره 4 كونجنيتال بولي كوريا، كوريا سي او ار اي اي، كونجنيتال بولي كوريا يعني عنده مالتيبل بيوبلز، واحد مولود بمالتيبل بيوبلز كونجنيتال بولي كوريا. مش احنا قلنا اليوكو كوريا يعني ايه؟ كلمه اليوكو كوريا يعني ايه؟ هو البيوبل ده مش عارف، فكوريا باللاتيني يعني بيوبل. سي او ار اي اي، سي او ار اي اي، سي او ار اي اي كوريا، يوكو كوريا هنا مش عارف. طيب يبقى بص هنا طبعا انا سالكم هنا سؤال، العيال ده يشوف ديبلوميا يس اور نو؟ يس لان الشرطين متوقفين، ليس كلير وليس بتاعتها معديه في السكيلر يس. طب العيال ده يشوف ديبلوميا يس اور نو؟ نو، لان ليس كلير كتراكتر. هنا اللينس از كاتراكت، تمام؟ اللينس از كاتراكت. بص دي بقى انا عايزكم تشرحوا لي الحاله دي. انا لسه كاتباها، انا لما اللي قبل يقول لينس قلت لك ازاي لا دي مش هتفيد السكين. لا نوت 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 دي اللي هي انكونجريتد سبلكتيد لينس في البيوبيلري هيرس. لو ترجع في اللحظه انا لسه مليها لك ازاي السبلكتيد لينس تعمل بيوبيلري بلوك في الركوب. ازاي السبلكتيد لينس قلت لك الاريدوسايكلايتس، الاريدوسايكلايتس او الفيتريس او ان اللينس تبقى انكونجريتد كده. هي دي معنى كلمه بص اللينس هنا مش ديستوكيتد خالص. والدليل بص على كلامي صح، نشوف البيوبل شكله بقى عامل زي اللينس. شوف البيوبل شكله عامل ازاي؟ على شكل لينس. البيوبل بقى عامل شكل زي شكل اللينس بالظبط. فدي لينس كاتراكت، دي لينس كاتراكت مش نيوكليس كورونا بالسر زي ما اتفقنا. دي كاتراكت لينس انكارتريتد في البيوبيلري اسيد. طب اقول لكم حاجه، مش ده البيوبيلري بلوك الركوع؟ لو اديته بايلو كارتين يتحسن ولا يسوق؟ يسوق جدا. انت ديت مترياله ده العيال ده عشان يريليف الجلوكوما اللي عنده لازم تديله مترياله. خلي بالنا اي بيوبيلري بلوك جلوكوما لازم ادي معاه مترياله استشفاء. اي بيوبيلري بلوك جلوكوما لازم ادي معاه مترياله. طب هنا بص اللي انت نص الفيس نص جلاتين شيب. طب دي تعمل ايه في الريفراكشن؟ ها؟ تعمل ايه في الريفراكشن؟ ليه؟ لسببين. ان الليت اولا نطت لقدام فهتاخد الفوكس بتاعتها معاها. نمره اثنين ان الليت لما تفك من الزنيول تبقى عامله زي الكوره. ما عليهاش شد، ما تاخدش شكل ليت. اللي بيخليها شكل الليت ان الزنيول شداها. مش احنا شفنا ده في الاكوموديشن؟ لما بيحصل ريلاكسيشن يعني كونتراكشن في الماسل، ريلاكسيشن في الزنيول دي من عدم بتتكور، القوه بتاعتها تزيد صح؟ فدي بالظبط زي الاكوموديشن. اللينس لما تسكت ضغطت قدام كده دي تعمل لي بيبيلاري بلوك. ليها اسم شهير قوي قلت لك عليه. جلوكوما ايه؟ انفيرس. دي اسمها جلوكوما انفيرس. اهي ابيير ديستوكيشن اوف ذا لينس. ده لو كبير لينس هي عامله زي نص ليفر دي اهي باينه قوي هنا. اللينس كلها موجوده قدام معديه اهي من البيبيلاري اريا وحتى بص مكبره الايرس اللي وراها. لانها تبص بلينس مكبره تفاصيل الايرس اللي وراها. كبيره دي. حالات اتيدوس. لاحظ ان ده اتيدوس هنا كتراكتس صح؟
طيب انت ايه الانتبليشة الثلاثة؟ عايزين مشاكل ايه رأيك؟ عايزين مشاكل يرفع سيكو يرفع اكسترا سيكو اكسترا ازاي؟ سايبة ده انا لو جيت اقرب منها باي جهاز من دولة تجري هني ده انا لازم افتح لها سكة واطلعها زي ما هي كده. بص الكلام هنا بقى يبقى عامل ازاي؟ فلاتيت ديسبيشن ثلاثة لو انا اخترت في جراحة يعني لو انا مثلا في هنا في عين شمس او عين شمس تخصصي او القصر العيني او الازهر او بتاع لو انا في اي سنتر في قسم جراحة عيون اخترت كويس اعمل ايه؟ ادي العيان بلطخ يا مسلم ده هيلع اهو بص مش هيسكت انت عايز تقول حاجة صح؟ انت يا عم انت مش لسه قايل ان المرضى والبايو كارديني خليها تسوق هقول لك ما انا مش هديها مالوتكس بس ده انا هديها مالوتكس وعلق لها مانيتور انترافينس وفيها بوكس بالبوق عشان اوطي مين انتروجر بريشر. طب فايده المالوتك هنا ايه؟ ان انا تكيب انفلانتيو تشيمبر ليه؟ سهل على نفسي انا هفتح الكورنيا كده اروح افتح لها بالمعلقه دي سوا معلقه من اللي بتبقى معلقه صغيره دي سكوب سكوب دليفري اللي وريتها لكم دي قبل كده مجرد ان انا احط السكوب على الوش ده دي طالعه لي فاهم ازاي؟ بس الكلام ده انت لو انا في سنتر فيه ايه؟ جراحه. طب افرض انا في سنتر ما فيهوش جراحه ازاي؟ هقول لك ازاي؟ ان شاء الله لما تخلصوا اليانج بويز معانا لما يخلصوا هيروحوا الجيش. ايه الوقت انت بقيت دكتور في وحده على مثلا مداخل العريش او مثلا في العريش. العريش دي مستشفيات بعيده جدا مستشفيات ميدانيه ضعيفه جدا ما فيهاش امكانيات. اثنين عساكر بيتخانقوا مع بعض او عسكري بيشتغل حاجه خبطت في عينه عملت له اكيد ديسكيشن وثلاثه. طبعا ده بقى عشان تحوله مستشفى هنا في القاهره التكس لونج تايم الجيش كده مش مفتوح يعني لازم تحوله من العريش على شمال سينا المركزي ومن شمال سينا المركزي على القنطره شرق ومن القنطره شرق على القنطره غرب القنطره غرب على كوبري المركزي كل دول يقول ما عندناش قدامه ثلاث ايام على ما نوصل التعادل مستشفى التعادل العسكري واخد بالك؟ طيب انا في الثلاث ايام دول اسيبه في الفيلر بلوك جلوكوما يبقى ان شاء الله لما يروح ابن عادي هيلاقوا عنده اوبت كابسول. فهمت يا صديقي؟ يبقى انا ساعتها بقى انا شغلتي انا مش جراح بقى بتاع عيون انا قاعد في الوحده دي مع 1000 عسكري مسؤول عن صحتهم انا مش جراح عيون. انا اعمل ايه؟ اروح مديله مدراك. ليه؟ توريليف الجلوكوما. هدفي هنا يبقى توريليف الجلوكوما. واحد طبعا مش هيسكت لي الاقي واحد من الجماعه دول يرفع ايده يقول لك بص لا انت ما تفتح البيوم الاول هتقع في السن وهتحولها من انك هتقع على راسي لما تروح بقى لسوق المركز العيون يخش يعمل فيتراكتومي ولينزكتومي زي ما تشوف بعد شويه بس المهم لما اوديله العيان ما يكونش عنده وقت قبل الجلوكوما ما يبقاش عنده ثلاث ايام عنده قبل الجلوكوما وقت باين في العسل فهمت القصه؟ فالكلام في الاسيس ديسلوكيشن فيه اخد وعطى. انا في مستشفى فيها جراحه احط مايوتك واخش اعمل لها انتيو تشيمبر افتح انتيو تشيمبر واطلعها انترا كابس كادرا اكستراكشن. لو احنا في سنتر ما فيهوش جراحه يبقى لازم ادي بيبيلاري دايلاتيشن تو ريليف البيبيلاري بلوك ايه؟ جلوكوما. بص بص الباثولوجي شوف العين دي اتشالت خلي بالك دي اسيس ديسلوكيشن اوف ذا ليفز. اولا بيحك في الاندوسينيا بتاع الكورنيا بيبوظها وعندك البيلاري بلوك وسكن لاند بلوك جلوكوما تمام؟ يس بص اهي شوف بقى الانتير ديسلوكيتد كاتراكت سليت عامله ازاي؟ انتير ديسلوكيتد كاتراكت سليت شوف عامله ازاي في الانتير تشامبر عشان كده زي ما بقول لك انتير سليت سليت تقول له والله انا في قصه في جراحه ادي مايوتك بس مش لوحدها ما تدوش فرصه يفتكك بالرقبه تبقى في هوتك ولا بتاع سيبها ورا مفيش مشاكل بس في شخص ما تنفعش فيها
يعني كان مرة عند زمان كان ينسى سؤال سهلة أوي، كان يقول لك إيه؟ واحدة كل ما تيجي تعجن، واحدة ست كبيرة أوي تتابعين، كل ما تيجي تعجن تقول لك أنا مش شايفة، لما تقعد كده تشوف، فكر في إيه؟ أه بتقول لك مثلا إيه؟ مثلا بيجي لها هايبوتنشن، إن هي بتوجعها مثلا، هي حاجة بتنفض الأرض، العكس بيظهر اللي عندها ممكن تسويتشن في الناحيتين، فلما تيجي تعجن كده تيجي قدام البيوبل تغطي. او مثلا سواء عربيه تريلا مثلا وعنده ستيف ستيشن، طبعا ده لو نزل تطب ولسه طلع قدام البيوت من على ما ترجع تاني في مكانها، ده احنا هيكون فرد عماره ولا حاجه واخد بالك؟ فطبعا في ناس ما ينفعش، انما لو لقيت حائط انا رايي سيبها معايا خدت بالك؟ انما لو عامله مشاكل تبقى لازم نعمل لها بقى ايه؟ نشيلها. طب انا اشيلها ازاي وهي في وسط البيت؟ البيت ده عامل زي شيل، ما ينفعش اخش اشتغل جواه وهيسيبني كده ازاي؟ لازم نشيله الاول عشان نشتغل جواه. بص بص دي لينس، دي لينس واقعه في النص الشامبر اهي، ودي وادي الاوبتيك ورا اهي. بص طب دي ايه بقى؟ اذا كانت دي كتير لينس واقعه ورا، امال دي ايه؟ ركز. طب تفتكر ده سببه ايه؟ كتير لينس وقعت ورا، يا تروما يا كروزيرنر دي كروزيرنر زونيو تمام؟ اكيد دي بوستيف ديستريشن بس كانت ركز اهي. طيب لما تيجي كان راكب السلس واقع لورا اهي، دي جاوتشك، او زي ما قلت لك زمان الناس اللي كانت تسيب اللينس ما تشيلهاش وتقع منها ورا بالشكل ده تعمل سير ديفيكيشن اوف ذا لينس. هنا بقى بص لازم نعمل ديتراكتومي، ديتراكتومي تشيل اللينس من ورا، تعومها يعومها اللينس زي المكتب الغرقانه كده، يعوموها على حاجه عشان يبعد عن اللينس لو اتبسطها براحته. انت عارف دي الواقعه دي ايه؟ دي اي او ال وقعت لورا، يعني الجراح بعد ما حط الاي او ال بس كان عنده في قطع في النصير كبسول، لاحظ كده كان عنده قطع كبير، فاللينس دي راح تقع على ورا عشان يبعدها عن الريتنا، بيروح شايل الفيترس كله ويجيب ماده اسمها ايه؟ دي ماده تقيله اسمها بيب فلورو كربون، يروح حاططها يحقنها في الايه؟ تروح رافعه له الايه؟ اللينس دي ايزر الاي او ال او اللينس العاديه، ويبتدي يعمل لها فراجمنتيشن بعيد عاد الريتنا، اديب بيرفو كاربون تعود اللينس دي بس فوق عشان يبتدي يعمل لها بيكو فراجمنتيشن يكسرها وياكلها جوه في الليزر بتاعته، بس لازم يعمل ديتراكتومي الاول ويبعدها عن الريتنا، ما ينفعش اخبط على الريتنا، الريتنا ما تستحملنيش تبوظ، واخد بالك؟ طب اسالكم سؤال بقى فاكر اشوف هتفكروا معايا ولا لا، كان عندنا ولد جانا اسمه محمد عربي، كان ولد لذيذ قوي، محمد عربي ده وقع من على السرير جاله في عين انتيريو ديسلوكيشن وفي عين الثانيه بوستيريو ديسلوكيشن. عايز اقول لك معلش مع احترامي، واحنا صغيرين مش كان عندنا احلام كبيره وكنا بنقع من على السرير تملي؟ صح ولا لا؟ الاحلام كانت قويه زمان وفيها حركه واكشن، ياما وقعنا من على السرير، ياما جابونا من الارض، صح؟ ايه اللي على الارض اللي هو انا كنت نايم غير عندي يقول لك ما معلش. صح؟ حصل ولا لا؟ كلنا وقعنا من على السرير، دي حاسه كومن جدا. هل كلنا لما وقعنا من على السرير حصلت فدي كانت اكسيدنت مش عاديه. كان لازم نفكر في الموضوع ده. تفكر فيه ازاي؟ تفتكر العصر ده كان عنده ايه؟ ده حاجه هو عنده كونجنتال ويك الزنيور. لازم نفكر في ايه؟ فعلا لما بعتنا له افكار قلنا له يا جماعه الراجل ده عنده كونجنتال ويكنس في الزنيور. واحنا عندنا احنا بنعتبرها يعني والله يعني على قد فكرنا كده احتمال يا مفانيا او السنيوريا او حاجه من الحاجات اللي بتظهر دي. اكتشفوا ان عنده حاجه اسمها مايترال فالف كولابس. ليه؟ لان الزنيور بتاعتنا في الليل زي الكورتا التندناي اللي موجوده فين؟ فالفس. فهي زي ما دي ضعيفه ودي ضعيفه فالمايترال فالف بتاعه بيبقى كولابس على الاتريوم. عشان حاجه اسمها مايترال فالف بتعمل اكسنتويتد هارت ساوند كده. فكان لازم برضه دي نعرفه عشان نقول له بتاع التخدير اللي هيشتغل معانا انت عنده كذا في الهارت. فاهم ازاي؟ فالديز از هاو تو ثينك في حاله زي دي. ازاي واحد يقع من الغلط؟ انا واخد تروما وقال لك ده حاجه، هو في حد زي ما قلت لك بيتضرب تروما على عينين اثنين؟ يبقى فاهم، قلت لك ده في حاله وحيده لو بيلعب اللي هي ضرب الكانجرو، اللي هو الكانجرو اللي بيضرب في عينين اثنين. ماتشات البوكس بتاعت الكانجرو هي اللي بتبقى كده. انما في العادي انت تضرب واحد تضربه في ايد واحده، مفيش اختيار هنا. صح؟ طيب ايه ده بقى؟ ايه الرسمه الجميله؟ كريم كريم ايه الرسمه كده؟ 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 ايه الر
السيليكا اللي هو الرقم ايوه الكربون سبب ايوه هنا عشان يعملوا مثل الزجاج complicated
ليه احنا عملناها براس وعندها فرصة؟ وليه ما بنقدرش ندخلها في وسط الكلام بتاعنا قبل كده؟ اقول لك ليه؟ استدعي الكادرة لما العيان يشيلها الاتفاق بيني وبين المريض ان العيان بعد العملية اخباره ايه؟ يشوف كويس ولا ما يشوفش كويس؟ وعشان كده كنت بعمل له الريتويشن ريتشنال فانكشن واتاكد ان الريترا بتاعته كويسه واتاكد انه ممكن يشوف كويس، صح؟ ليه؟ لان انا ما عنديش في العين دي غير حاجه واحده بس. صح؟ وانا حتى قلت له بص يا ودي عندك ده ميه بيضة وانت مش مريض. دي ايه جين؟ يعني زي ما شعرنا خلاص زي ما جبتنا كرم زي مش عارف ما ايه عضلاتنا ضعفت كمان اللينس بتاعتك ما بقتش كلير. اذا لما اشيل لك اللينس ام اكسبكتنج انك انت شايف كويس. هنا لا. دلوقتي القصه دي لا. ليه؟ لان انت عندك سبب اخر غير اللينس وباستي فبيفسر الديفكتيف فيجن عند العيان، وبالتالي لما هتشيل اللينس من عين العيان ممكن العيان ده ما يشوفش كويس. خلي بالك في القصه دي العيان ده ممكن ما يشوفش كويس. يعني لما اقول لك مثلا ايه، عيان عنده كاتراك وريت انها بتتشف، انت عارف لو ما اكتشفتهاش قبل العمليه وقلت للعيان ان عندك ديتاشمنت ورا الكاتراك ومضيته على كونسنت، مضيته او مضيت قرايبه او المسؤول عنه على كونسنت انك انت عندك ديتاتشمنت ورا وان انا هشيل اللينز كبريليمينري بروسيدور عشان اعمل لك بعد كده ريتنا ديتاتشمنت، العيان ده ممكن يقضيك وممكن ياخد منك تعويض جامد جدا. ليه؟ يقول لك لا انا قبل العمليه ما كانش عندي انفصال، ما قاليش ان انا عندي انفصال. يبقى مين اللي جاب له الانفصال؟ العمليه. فهمت ازاي؟ فيشك فيك على طول ويتهمك وتلبس انت التهمه، فعلا لازم تلبسها. ليه؟ لانك عبيط ما شفتش ما عملتش ايفالويشن للريسك فانكشن فيرست. فهمت الكلمه دي كان معناها ايه زمان؟ لما كنت قاعد اقول لك لازم تعمل ايفالويشن للريسك فانكشن. لازم ليه؟ انا عايز استبعد كومبليكيتد كاتراكت. عايز استبعد ان الكاتراكت دي ما وراهاش مصيبه سودا ورا. ان مفيش اوبتيك اتروفي، ان مفيش ريتنا ديتاتشمنت، ان مفيش كورويدايتس، ان مفيش تيومر، ان مفيش مايوبيك مش عارف ديجنريشن. كل الكلام ده لازم استبعده عشان اقول للعيان. طب اقول له بص انا هعمل لك عمليه الكاتراكت وهشيل لك الرباط، لسه في عمليه ثانيه للانفصال الشبكي ممكن تشوف بعدها، انما بعد عمليه الكاتراكت ما تطلبنيش مش انا بفتح السكه بس عشان بتاع الاستشفاء يشتغل يبقى شايف القصه دي ماشيه ازاي وتكتبه كونسنت على كده. طيب مفيش جدعنه، مفيش كلام رجاله، مفيش رجاله بس مفيش كلام رجاله، كله بيرجع في كلامه. الكلام الرجاله هو اللي مكتوب على الورق. لا تسأموا ايه؟ الاسبوع. لازم تكتب، اي دين اي حاجه اي تهمه اكتب على الورق، هو ده كلام الرجاله دلوقتي. فهمت القصه؟ لازم تكتب العيان ده كونسيبت انك انت عندك انفصال شبكي، وانا قلت لك قبل العمليه ان عندك انفصال شبكي. تمام؟ بص طب ايه الاسباب اللي ممكن تعمل لنا كاتراك؟ ايه ده؟ احنا شفنا الرابشن دي قبل كده. بالبريتش سنترال سمول وفاز، بالبريتش سمول سنترال كورنيا الاسبر عملت ايه باللينس؟ في الكوره فاكر ده؟ في الكوره كاتراك وكانت تعمل للكوبا نوت ادرنت لانها في النص نوت ادرنت لكوبا ادرنت وذا في الكوره كاتراك صح؟ لكوبا ادرنت وذا في كومبليكيت كاتراك. واحد يقول لي يلا لا 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 فانا شفت انتيرو بولر كاتراك كونجينيتال. كونجينيتال كان ليها كرايتيريا، فاكر اول كلمه في كونجينيتال كانت فاكرين بي بي اس اس اللي هي ايه؟ بي بي لو انا كانت ايه؟ باي لاترال. باي لاترال انما دي يوني لاترال. مفيش واحد غبي انه تتخرم في الناحيتين. صعبه دي. يعني لو اتخرمت واحد هيبتدي يحافظ على الثانيه. ما يبقاش بالغباوه دي ولا بالشياكه دي ان لازم تتخرم في نفس المكان وسمول اكتر وبتاع. صعب صعب ان دي تكون بريزنت. عشان كده دي يوني لاترال ومعاها الكوبا الثانيه ما كانش معاها الكوبا. فاكرين انتيو بولر كاتراك دازنت افكت فيجن؟ انتيو بولر كاتراك دازنت افكت فيجن؟ ايوه انتيو بولر كاتراك دازنت افكت فيجن؟ نو. ليه؟ نواج نوبل بوينت اللي بتاثر اللي بعديها بترصدها اللي هي بوستيريو بولر عشان قريبه من نوزل بوينت، انما الانتيريو بولر لا. العيان بيبقى شايف 6 6 لغايه ما يموت 6 6 ما عندوش مشكله.
لما ده عنده ميكروبا هيبعده للكبد الرئوي. بص اهي شايف السمات بسيط فورميشن. طيب دي كومبليكيتد لحاله معينه. ايه رايك تقدر تستنتجها كده؟ اريدوسايكلايتس صح. حددت منين دي اريدوسايكلايتس؟ ماضي ايضا ماضي ايضا اف دي ناس هتبقى نجاتها كويسه. دي ناس دي احتمال كبير ان دي ناس هتبقى نجاتها كويسه. باضي ايرس دي لا دي بقى شكلها احنا متعودين عليها ولا شكلها ده بيكون حاجه مدلوعه عليها كده شكلها باضي ايرس فعلا باضي ايرس. ايه رايك في الكيوب ده؟ الصوت ايه رايك في ده؟ طب بص ده لما نيجي نتعلق في السنه اقول لك كومنت ولا لا. طب يقول لك ايه اللينس اللي في الايريا عندك العين لونها ميلكي وايت كلر عندك العين نيجاتيف ايرس الشاب ماشي. وبعدين يقول لك ايه؟ يقول لك في السون دي بيوبر ماتيور سنايل كاب. نعم يا فندم تبقى عايز تنطش من القلب عايز تعرف سون الغاب ده عشان تنطش من القلب ما انت ماشي صح؟ بورد في السون دي بيوبر. في السون دي بيوبر يعني بسبب ايرينو انا علشان جاله ايرينو سايكلايت. مفيش حاجه في التاريخ تعمل في السون دي بيوبر الا ايرينو سايكلايت. وطالما فيها ايرينو سايكلايت مع الكاتركت ان شاء الله يكون العيال عنده 100 سنه ما اقولش عليها انتمايت. لان السلاين قلنا ايه؟ ويز داون انما هنا ويز ايرينو سايكلايت. يبقى دي ويز ايرينو سايكلايت يبقى دي كومبليكيتد كاتراكت ايرينو سايكلايت. طبعا اللي بيعمل الكلام ده في الايرينو سايكلايت التوكسنز كيميكال ميديتورز والتوكسنز. طب انا اقول لك حاجه الكيميكال ميديتورز والتوكسنز بتخش عن طريق الاكيو والسيل كابتور وليه؟ ليه؟ عشان سيل ونص عين باي سنين تمام هاي. طب ايه رايك في الحاله دي؟ برضه كومبليكيتد لايرينو سايكلايتس يكون الريجولر في السكون يكون الريجولر في السكون كومبليكيتد برضه هنا الريجولر في السكون دي الحته فوق ماسكه ايه؟ قفشه ايه فوق. طيب بص بقى كومبليكيتد كاتراكت بالذات لا كومبليكيشن لوكال ديزيز تلاقي الدنيا تراست فيها كوليسترول كريستال الوان الكوليسترول كريستال مهما اقول لك جمالها عامل ازاي لا تتخيل الوان ميتاليك رائعه انا ما شفتش زيها في حياتي الحقيقه. وحتى اهو اتفرج عليها على الرغم ان انا بتاكد يعني لما بشوفها اقعد الاول اسرح في بيت عيان كده وابص بالالوان الجميله دي الوان تحفه. ده هو الالوان اللي انا سامعها الوان تحفه بقى الوان ميتاليك كده لونها غير طبيعي انا ما شفتش زيها الغاز ده. انما لما تشوف الكالرز دي يسموها بولي كروماتيك كلاستر بولي كروماتيك. بولي كروماتيك يعني ايه؟ عديدة الالوان. دي نتيجة الديبوزيشن اوف كوليسترول كريستال ودي ما بتحصلش الا مع الكومبليكيتد كاتراك. ما بتحصلش الا مع الكومبليكيتد كاتراك. وتبدأ اولا على الفوسيول كبسول. بعد كده تيجي على الانتيرو فوسيول. تبقى انتيرو فوسيول. خدت بالك اسمها بولي كروماتيك لاستر. اولا زي ما بقول لك انا لما بشوفها بتخرج من الوانها، الوان الملونة الجميلة دي اقعد اتفرج عليها. وبعد كده بتغمض بقى لما انزل الحقيقه تاني بتغمض ليه بقى؟ هو دي حاله ايه؟ يعني ايه؟ يعني مش كاتراك بس ده في مصيبه صوت تانيه لازم تدور عليها يعني مصاحبي زاد شكلي انا زاد انا مشاكلي زاد لازم ادور ايه اللي عمل كده؟ هل دي جلوكوما؟ هل دي ايريدو سايكلايتس؟ هل دي كروزايتس؟ هل دي ريتنا ديتاتشمنت؟ هل ده وات ايفر؟ ايه اللي عمل الكومبليكيتد كاتراك ده؟ المنظر ده سبب فيري كاركترستيك اوف كومبليكيتد كاتراك اسمه بولي كروماتيك لاستر. بولي كروماتيك لاستر بيبقى الاول على الفسيول كبسول وبعدين يجي انتيريور اند بوستيريور. كوليسترول كريستال ده حاجه في الكيمستري في البايو كيمستري بتاعت اللي بتحصل مع الكومبليكيتد كاتراك. طب بص بقى في انواع جلوكوما تعمل كده. بص ازاي؟ دي ناو انجل اكيوت كونجستيف جلوكوما، شوف الانجل هنا مفتوحه ازاي؟ دي الانجل بتاع فيو شامبر، الايكوس بيطلع من هنا على هنا على هنا. في ناس بص الايكوس يروح رافع الايرس لفوق يسد الانجل، اسمها كلوز انجل جلوكوما. دي بص بقى بعد ما تخف تعمل لي انتيريور سب كابسولار كاتراك في البيوكيلاري اير. دي بقى راجل بوكس دلعها قوي يعني. سماها ايه؟ كاتراكتا اكيوتا جلوكوماتوزا فوق بوكس. ده العصر من كده الكاتراكت بسبب الجلوكوما اللي اكتشفها الدرجه بوكس بقى كده كاتراكتا اكيوتا جلوكوماتوزا فوق بوكس. بوكس اسم الراجل
او سماها الاسم الثاني جلوكوما بليكن. دي تبقى بعد الاكيوت كونجستيف جلوكوما في البيوبيلاري اريا لحظه ما الاتاك اللي حصل فيها تنشن عالي قوي بوظت الحته بتاعت البيوبيلاري اريا اللي ما كانش عليها حاجه كاتراكت اكيوتا جلوكوماتوزا انفيريور سبكابسولار كاتراكت في البيوبيلاري اريا بتحصل بعد الاكيوت كونجستيف جلوكوما اتاك. شايف الجلوكوما بليكن يا ابني؟ يا فندم دي نتيجة البريشر عالي جدا فجأة الأكيوت كونجستيف جلوكوما ده هناخدها إن شاء الله الحصة الجاية. الأكيوت كونجستيف جلوكوما دي بيحصل ارتفاع رهيب في ضغط العين يعني ضغط العين عادي مثلا 12 ده بيوصل 100 أو أعلى من 100 فالضغط الجامد قوي على اللينز بيضغط على اللينز بيبوظ الفايبر دي بيموتها فبيعمل لك العتمات دي. معظم اللينس لو طلعت ورا الايرس الفيديو بيتحميها من ورا حته بعيده بتتعرض ضغط مباشر هي حته ايه؟ الفيوبل دي بتتعرض لارتفاع دال جامد قوي في الضغط عشان كده بتحصل في الحته دي. اهي جلوكوما فلاكن بص عامل ازاي؟ طيب بص بقى الهايبايوبس الهايبايوبس الناس الهايبايوبس دول مش لاقوا كل واحد فيهم لابس نظاره بقى روح هيعيط لي النهارده الهايبايوبس اللي هو الناس اللي لابسه نظارات زي الشيخه دي لا ناقص 25 ناقص 30 لان لما تقلع النظاره تحس ان عندها اكزوستات صح؟ عينهم كبيره جدا دول عندهم كونجنيتال سكليروس اوف ذا فيسل الفيسل بتاعتهم ضعيفه جدا كونجنيتال. طب احنا اللينس بتاعتنا بتتغذى على حساب مين؟ الاكوس الاكوس صح؟ والاكوس مين اللي بيطلعه؟ السيريابود السيريابود اللي يجيبه منين؟ يعني من بيتهم؟ من البلاد فيسل. طب البلاد فيسل دي ضعيفه يبقى السيلر بودي ضعيف يبقى الاكوس ضعيف يبقى اللينس كمان ضعيف ما تتغذاش كويس يوم يحصل نيوكليار وبصير كورتيكال كاتراكت وكمان يعني الناس الهايبايوبس ممكن يحصل لهم نيوكليار كاتراكت او بصير كورتيكال كاتراكت كومبليكيتد للهايبايوبيا ان جنرال. لا ده مش كده وبس ده الناس دي كمان الفيتريس بتاعها بيبقى وحش ديجنريتد فيتريس ويشد على الريتنا بتاعتهم يعمل لهم ريتنال تير وريتنال ديتاتشمنت. طب انا هسالكم سؤال كده يمكن سابق لاوانه. الريتنا لما تبقى ديتاتشد هي الريتنا بتتغذى على حساب مين؟ كرويد صح؟ برافو عليكم. الريتنا نص الريتنا بيتغذى على حساب الكرويد. طب لما تبعد عن الكرويد؟ كويس؟ ده مش كده وبس ده الويست برودكت بتاعتها كمان مش هتتشال كويس. هتبقى موجوده جوه العين مع الفلويدز اللي موجوده جوه العين مع الفيتريس اللي بقى عامل زي الفلويد والايكوس اللي سايح معاه واخد بالك هيبقى موجود كمان الميتابولايت بتاعت الريتنا. طب ما كل دي توكسيك احنا مش متعودين ان يبقى في حاجات زي كده جوه العين دي بالنسبه لنا توكسيك ممكن تعمل لك توكسيك افكشن لللينز اللي هي كومبليكيتد كاتراك مع الريتنا ديتاشمنت. عشان كده في حالات الريتنا ديتاشمنت ممكن بعد شويه يحصل لهم كاتراك. عشان كده انا قبل ما اعمل الكاتراكت عملت فاليويشن فاكرين؟ الريتنا عملت الترا ساوند وعملت اي ار جي وعملت جود بروجيكشن وجود كارت ديسكريمينيشن عشان استبعد الريتنا بتاعتي. طيب ايه كمان في الفيجيستيك؟ ايه رايكم في الشاب؟ على فكره الشاب عنده 35 سنه. عشان مش مقدره يعني ده الشاب عنده 35 سنه وعنده صداع زياده بوليداكلي وما بيشوفش بالليل عنده 10 ليل وعنده مرض في الشبكيه اسمه ريترايت بيجمنتوزا بتاع شبكه تلوث يبقى السندروم ده اسمه ايه؟ تاني شورت ستيتش كبير شورت وعنده بيرسي وعنده هايبوجوناديل كمان وعنده بولي داكلي صباع زياده وما بيشوفش بالليل عنده ريترايت بيجمنتوزا مرض في منتهى الشبكيه التلوثي او اتروفي في الرودز بتاعته الروز اللي بتشوف اللي في الضلمه عنده اتروفي ويجي له بقى كاتراك كومبليكيتد كاتراك معاه. السندروم ده ما سمعناش عنه قبل كده؟ اوله ال اوله حرف ال طب لو قلنا لورنس لا 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 ما سمعناش عنه خالص روم اسمه لورنس ده اسمه لورنس مومبيل لورنس مبيل سندروم هو ده لورنس مبيل سندروم عيال عنده بيزني شورت ستيتشر هايبوجوناديل
بولي تاكسي صباع زيادة فالسندروم يعني مثلث كذا حاجة مع بعضها. وعنده بقى بص بص خلي بالك شايف في حد دي قلت لك خطيب وشكله كده او حاجة سبحان الله خلي بالك شوفه بالليل بقى هو ماشي بالليل اذا كان بيتكعبل بالليل قالوا ليه بتميز الهيبتوزا على فكرة هذا خطأ شائع لأن ده كونجنيتال أتروفيسكليروز أوف ذا ريتنا وليس انفلاماتوري. يعني كلمة ايسس احنا عارفين ايسس يعني انفلاميشن فهذا خطأ شائع تمام. دول برضه بيجي لهم كومبليكيتد كاتراك نتيجة أتروفي في الريتنا أبزورب مش عارف خمسة وخمسين سنة مش عارف ايه نو فاميلي هيستوري
السيرش كان اسمي عملت عمليه ريزكتومي مش عارف ايه اكتب اكتب تيجي تسال ولا بس انت هتعطلنا ليه اكتب عايز تخلص السايد سيرتوم كومبليننج اوف انترنت انت مش عارف كوميونيكيشن ومش عارف السايد مودك اتاك عارف ايه قلنا اون اكزامينيشن تبص السايد عارفها ولا اقولها لك نقطه عارفها جينا في اخر البتاع خلصت الحلقه ثانيه النقطه عايز الحقيقه ما انا عارفه وكنت شايف كنت مستحيل منكم قبل كده قلت له مصطفى اخبارك ايه بقى اخبار اللبن ايه قال لي لبن انت عبيط ولا ايه قلت له ليه يا مصطفى مش الناس بتقول كده المفروض انا اسمه كالسيوم واحنا عارفين دول عمرنا يقول لك يشرب كالسيوم مش عارف تاكل كالسيوم مش فاكرين كده قال لي لا 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 اللبن ده كالسيوم فوسفين يا سلام قال لي لا قال لي بس اسمع الكلام انا باخد الفيتامين دي اللي هو الاكل قلت له اللي هو 25 هيدروكس كوكسترول قال لي ايوه هو ده هو ده اللي بيظبط الكبد مش اللبن والهبل اللي هو مصطفى مش هتسمعه قال لي لا والله المهم جالي الدكتور محمد دي محمد امين فكري طبعا ده استاذي واستاذ الفيزيولوجي كتير قوي جه بيحكي على حاله انا كنت شايفه انا عارف مش داعي الفخر يعني انا كنت شايفه كويس وعارفه وحافظ السيمبتومز والساينز وعمال قال لي اعمل لي كذا اللي هي بتخبطه هنا يروح قلت له انا مطرقعه في بعضها وبعدين ترفع له الضغط في ايده تلاقي صعوبه وتروح مكتوبه بطريقه معينه كده فهي دي الساينز بقول لهم عليها المهم ايه قال لي طب خلاص انت كويس قوي في الكيس كده انا عايز اسالك سؤال كويس عشان اديك نبره كويس ايه رايك في التريتمنت بتاعه؟ قلت له بس اديله ساعتها بقى لسه الفيتامين دي ده طالع جديد قوي بقى اللي هو ال 125 ده اللي هو الكابسول ده بس انا حتى عارف اشوفه لغايه دلوقتي مع انه ما جبتوش تاني بقى ياخد قلت له طب اديله الفيتامين دي ده كويس دي كمان ابتديت احس ان مصطفى كان كلامه صح قلت له دي ما هو الفيتامين دي ده كويس قوي هحرك له كارثه من حته السنتر بتاع دول ابسوربشن مش عارف ايه مكونه وهينزله خلاص قال لي ايه رايك ما نديله لبن Gracias.
ما فيش حاجه ثانيه دي لاب بايو كنترول تمام ماشي. يبقى ده يبقى خلي بالك من فضلك شفت الدايابيتس عملت نوعين من الكاتريك عشان في حته عندكم اسمها الكلاين ديزيز ان اوبسرفاتوري الدايابيتس عملت نوعين من الكاتريك بري سينايل كاتريك وترو سينايل كاتريك اللي هو الترو كاتريك اللي هو الدايابيتس سنو فليك والباراثايروديزم هايبر باراثايروديزم عملت القصه دي زي ما انت شايف تمام اللي هي الهايبر باراثايروديزم اهو شوف شوف الباراثايرويد بتبقى فين باراثايرويد جلاس زي البوزي موجوده ورا ايه على بتبقى رقت على طول على الكاروت تشيف بتبقى رقت قدام الكاروت تشيف انتوا عارفين دلوقتي ساعات الشيف بيروحوا شايلينها حتى في السبتوتال يشيلوها ويزرعوها تحت الجلد في اي حته ثانيه بيشيلوها دلوقتي التكنولوجي الجديد وما يتلمش حاجه في الثايرويد عشان ما يكونش سيرة تاني يشيل الثايرويد ويجي يقلل الثايروكسين وخلاص ويشيل دول 400 دول يزرعهم تحت الجلد بص بقى بصيص كاتراك بص بقى دي المنظر ده ده بصيص كاتراك كاتراك باين في الريد ريفليكس ايه ده هل في اي دروبس ممكن تعمل كاتراك الكورتيكو ستيرويد عيب الستيرويد خطير جدا خلي بالك الستيرويد التبني يكتبوا فيها تحذير للمرضى نخلي بالكم يا سادة الكرام قطرة الستيرويد دي بتعمل مشاكل جامة جدا مياه بيضاء مضاعفة ومياه زرقاء سنوية وتنمي فيروس هربس وتنمي فيروس داخل العين ايوه تمام مكتوبة كده بالعربي واخد بالك ازاي؟ يس ف مرة طفل جالي كتبت له قطرة كورتيزون الساعة 3 الصبح لقيت تليفوني بيرن عم بيرقوا ده بيشنت ده بتتعامل مع ارواح بنات مباشر فرد ايه اه دكتور انت كنت نايم النهارده في عياده ولا ايه؟ ايه الدخله للزباله؟ لا انا عادة مش بروح العياده ده نايم في قبل العياده اطور فيها واروح انام ولو انا متضايق وما يجيش مزاج اروح العياده ما بروحش انام انا بنام في العياده دي صعبه ليه خير يعني؟ ايه اللي حصل يعني؟ قال لي انت الواد مش ابني كان عندك النهارده وقلت له عندك حساسيه في العين وبتاع الحمد لله وبعدين مات مش ما روحش لسه قال لي لا ما هو جالي ما انا شفته يعني مش معاك طب اجي ليه طيب؟ قال لي اصل حضرتك كاتب له قطره بتعمل مياه بيضاء مضاعفه ومياه زرقاء سنويه وتنمي فيروس هيربس وتنمي الفطريات داخل ايه؟ قلت له تنمي الصراصير ايضا ايه الكلام في الزباله ده جايبه فين؟ قال لي مكتوب كده في روشته طبعا شركات الادويه ولاد المسخينه عشان يحموا نفسهم بيكتبوا جميع انواع الكومبليكيشن في الادويه فكاتبين ان هي بتعمل كومبليكيتد كاتريك اللي هي المياه البيضاء المضاعفه سكندري جلوكوما اللي هي المياه الزرقاء سنويه حتى الراجل يقول لي يعني انت في افتراض مياه بيضاء هو المياه الزرقاء طب اختار نوع عشان مين؟ يا بيضاء زرقاء انما الاثنين بيكتبوا ده بعدين اقول لك قوي علينا هيرمس هو هيرمس ده ايه يعني؟ بلغت عنك في حته وحشه ايه هيرمس يعني ايه تنمي علينا هيرمس؟ قلت له وبعدين اه اقول لك وتنمي الفطريات داخل الايه؟ قال لي كمان الفطريات عشان كده دلوقتي اللي هي اتعلمت ما هو انت بص ما هو الواحد شعر بالفطريات ببلاش انت بتتعلم والعين احسن معالج ليك هو البيشنت بتاعك خلي بالك بقيت دلوقتي وانا بكتب قطره للعيان اقول له بص بقى دي قطره كورتيزون ولو استخدمت لفتره طويله بتعمل مياه بايضات مضاعفه وزرقاء سنويه وتنمي هرتز وتنمي قدرات سنك العين بس عينك مش هتخف الا دي وهتاخدها شورت تايم وتجيل العيان بقى يبقى فيه حته جدا طب يروح يقراها اللي انت شفت الكارتينه مذاكر ازاي؟ حافظ بس بعدين انت واخد بالك ازاي؟ العينين كلها كده العينين وراك عايز اقول لك بيذاكروا قبل ما يكونوا يعني في عينين كده يقول لك ايه؟ دكتور انت سمعت عن الكاتراكت اللي بيسموها ايه؟ قريتها ايوه قريت عنها ايوه كانت مكتوبه في الاعراض امبارح واخد بالك؟ فما تقدر عايز رد بقى خلي بالك مين الكورتيزون تعمل بوستيريور سب كانسر الكاتراكت يوز فور لونج تايم كمان الميوتك البايوسس لانها بتعمل سبازم جامد في الفيزز بتاعتها بتقلل الريت بتاع الايكوال ايه؟ فورميشن تمام؟
طيب بص دي تروما. التروما بقى ممكن تعمل كاتاركت ازاي؟ ساعات الايرس تعمل طبعا لما واحد ياخد جنيه على عينه تعمل طبعا على تير كبشير وثلاثه ما فوش يسترين تعلم تنطقها سبعات شويه يقعد يقول لك بوزير. بص دي تبقى سيروس اوف كابسولر انتيريور سبكابسولر بيجمنتيشن في الكوبيلاري اريا بتاعت التروما. نتيجه ان الايرس بيعمل برنت على الانتيريور كبسول. يس سر. الكورتيزون بيعمل تشينج في الميتابولوس. بيغير الميتابولوس بتاع الناس. فبيخدعنا في البوزيشن اللي بص بقى لو خلصت تروما هتفتح الانتيريور كبسول والبوستيريور كبسول. مين تتفتح الاول؟ البوستيريور لانتين ونوت لاين باي انفيريا. بص بقى المنظر يبقى عامل كده. شوف تبقى شكلها منظرة عامل كده او المنظر تسموه فيلري ابيرا. عارف يعني ايه فيلري؟ الريش. عارفين ريش الفراخ؟ انا عارف ان في طلبه كتير ما تعرفش تقول لكم واخدين على الفراخ كنتاكي الفراخ العريانه اللي بتيجي في الجاز دايما. في فراخ اللي بقى ريش كانوا زمان الستات اللي بتنضف الريش وبتاع الريشه كنت تلاقي عظمه في النص كده وطالع منها شعر في كل اتجاه كان شكلها لطيف وكان زمان بيعملوا منها اقلام وحاجات زي كده خدت بالك؟ فهي عامله زي الريشه زي ما بيقول ليها شعرها كده وطالع منها شعر صغير كده ده توزيع الفايبرز حوالين السوتشر يبقى شكلها عامل كده المنظر ده بيسموه فيلمري ابيرا. قبلها كنت اقول لكم سؤال صغير هي بص المنظر عامل ازاي؟ شوف شكلها عامل ازاي؟ فيلمري ابيرا انت بتاخد المنظر ده. لو كبسول البوستيريور متشالة خلي بالكوا بقى من القصة دي لو البوستيريور كبسول مقطوعة وعايزين نشيل اللينس ينفع اكسترا ينفع تيكو قياس لو البوستيريور كبسول مقطوعة ينفع اكسترا كبسول كاتر اكستراكشن ولا انترا كبسول كاتر اكستراكشن؟ طبعا اديك اكزامبل ملوش دعوة بالسكر عندنا كيس سكر مخروم من تحت اقدر اشيله من الجسم؟ طيب رجعت كلامك ولا لسه؟ بتاع دي مخروبه من ورا الكبسول دي مقطوعه من ورا هقدر امسك الكبسول واطلع بيها هتلاقي الكبسول طالعه بايدك والناس بدر كلها جوه زي كيس السكر افتكر كيس السكر ده بالفضل انت ما في رابشر بصير كبسول كونترا اندكيشن للانترا كبسول كاتريك اكستراكشن لازم افتح الكبسول وافضي الكونتنت بالراحه خالص لبره اطلعها لبره واسيب الكبسول عشان يمكن كمان احط فيها اي واي اتفقنا؟ هيبص المنظر الفيلر يا سيرة تعالى ازاي؟ ده المنظر بتاع الترومانتك كاتريك مش لعب زي الريش كده ده منظر الفيلر يا سيرة بتاع الترومانتك كاتريك كاتريك يا الماء البيضة ما مين الماء الزرقة بقى؟ طيب بص بقى تعالوا نشوف مع بعض حاجة لطيفة قوي انا خلاص بقى خلاص اجازة ليك بقى خلاص بقى انت هتشتغل بجد شوية بقى بنلاقي ايه ده في اللينس عندنا؟ اديله وبصير صار كده اشوفها بجهاز اسمه ايه؟ ريتاب وما اختار السيت لامب اكمل اقول اشوف ايه؟ والا تبقى اجابتي غلط نعم والا تبقى اجابتي غلط يعني ما تقولش مثلا ايه في سوفيجن تلاقي مش عارف تبقى عبيط انا اخترته ليه؟ لازم تختار حاجه تقول هلاقي فيها كده تمام؟ في الحاجات التانيه سايز اوف افيكيا يعني بتشوفها في العين اللي عامله عمليه كاتراكت اكسبت لا ليه ما انت شايل اللينس حتى ما انت شايل اللينس وحتى لو حطيت مكان هيقول لي عمرها ما بتبقى بنفس حجم اللينس هل لازم الفيوك اللي بالريليت اللي يكتب طبعا لا انما لمبر سكار طبعا بطل هيجوز اللي دخلنا لينس جيت بلاك تيوبل ماشي تريبلس ايرس ماشي بريبرايزكتومي سب سيرشن تو بريبرايزكتومي ممكن الاقيها ممكن لا انما مش لازم الاقي دايليتد الرياكشن شايلد 1 يير اولد هاز ا وايت
pupils due to length of vessel. ده حصل. خلي بالك. White pupil in a child is retinoblastoma. White pupil in a child is retinoblastoma until to meet the other white. هو هنا لها. انا كتبت عنده white pupil due to length of vessel. خلاص اوكي. هو لها. There is no red reflex. يعني الكاتراك طب عبارة ايه؟ ده total length of vessel. Seen with complete midrange. The treatment of choice will be. مين احسن عملية في الاطفال؟ لسه؟ فاشل تيم كريك. اذا ما لقيتهاش اللي بعدها اللي هي ايه بقى؟ الاكسترا كابسول. مين في دول اسمها اكسترا كابسول؟ اللي هي الانسجن اسبيريشن. انسجن والديفيكيشن اسبيريشن. اللي هي الاكسترا كابسول. ميل بيشن 50 سنة. Presented with blaring of forbishes. He is happy now as he is independent of the near glass. هنرجع لنظره تاني. ده بتاع السودان نيوكلير ايه؟ سكليروزس. هي الكلمة دي مهمة جدا. السؤال ده متكرر جدا في الامتحانات. لما يقول لك عيال سعيد جدا دلوقتي انه بيقرا من غير ما تحط القراية يبقى ده بتاع نيوكلير سكليروزس. Traumatic cataract in a child will be old
خلي بالك من حاجتين. العيان ده سنه كام سنه؟ 12. يبقى ما ينفعش انترا كاب. ليه؟ عشان الهيالو كابسولر ليجن بيتنس لازق لغايه سن الاربعينات في اللازق. ما ينفعش اشيل اللينس كده تطلع في البيتنس ده. طيب صاب لاكتيتد ينفع اكسترا؟ ما ينفعش اكسترا. لما اللينس صاب لاكتيتد قوي وسايبه كده. يبقى ما قداميش غير حل واحد اللي هو مين؟ الانزكتور. وليه اختار كونتاكت لينس؟ مش الميلاد مش جلاس. لانه ممكن يقول لك ايه الانزكتور مش ذات جلاس او الانزكتور مش ذات كونتاكت لينس. يبقى اختار الانزكتور مش كونتاكت. يبقى خلي بالك هنا كان في اثنين كونترا اندكيشن. صاب لاكتيشن ما ينفعش اكسترا والسن الصغير ما ينفعش انترا كابتشر. ميل بيشنت 50 سنه دايابيتك ان ذا لاست 20 years يجيله انترميتنت اتاكس اوف بلير اند اوف فيجن. ده كلام مع دليل مش مهم دلوقتي في السنه مش مهم عشان تعرفوها. في ميل بيشنت 50 سنه ريسيفت بلاست تروما تو ذا ليفت اي اون اكزامينيشن ذا فيجوال اكيوتي ان ذا ليفت اي واز كاونتنج فينجر 50 سم اند ذا رايت اي واز 6 اند 8 ذا ليفت لينس واز كاتاراكتس and the iris was tremulous. طب لك شيء الكلمه دي مهمه. tremulous iris يعني اللينس ايه؟ على فكره الكلمه دي لوحدها تحل السؤال. ليه؟ ما هو طب لك تيتد نو اكسترا نو فيكو. طب لك تيتد نو اكسترا نو فيكو. وبعدين تقول لك ايه؟ she had good projection plus good color discrimination operation of choice will be ايه؟ ما قدامكش غير حل واحد. انترا كابسول مع بتراكتور مع تيجي انترا كابسول. شي از اولد شي از 50 مفيش مشكله. لو لين صاب لك تيجي نخش شيل انترا كابسول. ما ينفعش اكسترا وما ينفعش ليكو ده من لين صاب لك تيجي. Patient received the blood from one eye for him with it a bus to the other of the mouth. عملنا له cataract extraction في one eye. بوست اوبرتيف جه واحد غشيم صلحه بجلاسس. هي مش مكتوب واحد غشيم بس هو صلحه بس. جاله ديبلوبيا جاله دبل فيجن باي دوكيولار ديبلوبيا. وي كان يوز اني اوف ذا فولوينج بروسيدور تو بريفنت ذيس ديبلوبيا اكسبت. ها بعد مين؟ بعد. طب خلينا نسألكم سؤال، هو ليه جاله ديبلوبيا؟ ما دي كلمة اللي انتوا كلكم سألتوها أنايزوميتروبيا وأنايزوكوني، ما دي اللي انتوا كلكم سألتوني فيها. أنايزوميتروبيا ديفرنس في الريفراكشن أكثر من 4 ديوبتر هتعمل تشينج في الكارتيفيكيشن أكثر من 10% كيلو دبل فيجن، صح؟ صح كده. طب هنا بقى الأي أو إل كويسة جدا ما بتعملش ديبلوبيا. كونتاكت لينز ما بتعملش ديبلوبيا. الإيميجرافيكيا دي عملية كانوا بيعملوها زمان يجيبوا حتة لنتيكيول يعني ياخدوا حته من الكورنيا ويعملوها على شكل لينس زي الكونتاكت لينس ويخلطوها في سطح الكورنيا من فوق. اسمها ايبي كراتو فيكوس. يعني بيحطوا فوق الكورنيا لينس. ايبي كراتو فيكوس يعني او ايبي كراتو فيكيا يعني بيحط لينس فوق الكورنيا. دي كانت بتطلع زي الكونتاكت لينس بالظبط. انما برنس لا لان ده مش حول هو مش جاله بايلوجي دبلوبي عشان هو سكوينت يوم تختار برنس. فكلهم صح. انا كنت عايزك تختار الاي او ال والكونتاكت لينس لوحدك. يعني لو حطيتهم تبقى انت كويس ماشي معايا صح. ايه اللي كانوا فيك ما بتتعملش دلوقتي من اوقات انما ما زالت بتلاقيها موجوده. انما بريزم لا لان بريزم ده بتاع الحول وهو ما جالوش حول بعد كاتراكت اكستراكشن. يبقى كله ممكن يستخدم ما عدا البريزم. بيشنت عنده توتال لينس وفاتي اند نو بي ال. انا قلنا اقل فيجن اكسبتد في السن مهما كان الدنيا هاند موشن. حتى ساعتها قلت لك لو اقل من هاند موشن لازم تفكر ان في مصيبه ورا. هو بتعمل ايه في دول؟ صح؟ ما دام الفيجن اقل من هاند موشن تعالى عنده لينس فاتي لازم افكر ان في مصيبه ورا. لازم اعمل الفا ساوند. تروما تو ذا ستراكشر لينس كابسولا لينس باتر ان ذا فيو تشامبر High stroke blood pressure. The treatment of your choice would be lowering the tension plus. Plus means. Removal of the lens to IOL. While extended slicing operation, the عمليات الجلوكوما.
دي لازم تيوز الجلوكوما كبسولة منع البالانس بتاعتها طلعت اوكي يبقى لوور ذا تنشن اند ليفت اكستراكشن نو جلوكوما سيرجن نو جلوكوما سيرجن. بيشنت عنده 65 سنة وعنده اكيوت ريد بينفول اي هيدك وديكريز فيجوال اكيوتي. دي بقى اعتقد الحالة اللي جت في بروبلم سولفنج في الامتحان 65 سنة بيشنت عنده ريد اكيوت ريد بينفول اي هيدك وديكريز فيجوال اكيوتي اللي انت واقف بريشر بتاعه كان 40 الكريستالاين ليس وسبارشالي اوبيك يعني ايه؟ ماتيور سبارشالي اوبيك يعني ماتيور بيقول لك ايه؟ ده انتيريور تشامبر والشالو لان اللينس بتاعت ايه؟ شومان تمام؟ افتر لورنج ذا اوبتر تنشن ذا بيست تريتمنت هو ده اللينس هو دي حاله اللينس عيان عنده الماتيور كاترك بسبب غير معروف يحصل له بريك داون للجلوتين تتكسر الى ماينو اسيد تزود الاسموتيك بريشر انفايتنج ووتر وبتعمل لينس علاج اللينس دي الجلوكوما زي ما قلنا كلمتين لور ريتنشن اب لينس اكستراكشن تمام لينس اكستراكشن. The following types of cataract causing marked deterioration of vision except ايه
الاي كويس مفيش ديسشارج والكورنيا كلير يبقى معدي ترمين فأرجو الناس تبايع كده يعني عشان تبقى عندها تركيز جامد إن شاء الله. ثانك يو فيري ماتش.